هاتفيا ينضم الينا الكاتب الصحفي ايمن السيسي. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك على شاشه اكسترا نيوز. اهلا وسهلا. استاذ ايمن، يعني احجام وقيم التبادل التجاري ما بين القاره الافريقيه والولايات المتحده الامريكيه في مثل هذا التوقيت او على مدى الاعوام الاخيره، هذه القمه هي تعتبر القمه الثانيه، سبقتها قمه في عام 2014 في عهد الرئيس باراك اوباما، لكن هذه المره مع رئيس ديمقراطي ايضا وهو جو بايدن. ما تفسيرك لاحجام التبادل التجاري؟ هل اختلفت وكيف اختلفت ونسبها قياسا بالقاره ككل، قاره افريقيه والولايات المتحده الامريكيه كقوه عظمى؟ شوف، هو يعني بدايه مساله المؤتمر الحالي القمه الافريقيه الاوروبيه الافريقيه الامريكيه هي تاخرت. يعني هو كان زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان القمه الاولى كانت في 2014 وكان المفترض انها الثانيه تبقى على التوالي وسريعا، لكن التباطؤ ده كان في شكل من اشكال الاهمال للقاره الافريقيه من قبل الاوروبيين في نفس الوقت اللي دخل الصينيين والروس فيه على الخط، في سواء في المبادلات التجاريه او في المعونات الاقتصاديه او في التعامل الاستراتيجي والامني بشكل عام. الروس والصين دخلوا حجم المبادلات التجاريه، العلاقات البينيه التجاريه بين افريقيا وامريكا يعني اهتز في العشرين سنة الأخيرة وتراجع لصالح تصاعد العلاقات الأوروبية التجارية خصوصا فرنسا مع أفريقيا في بعض السنوات إلى من 2012 حتى 2020 تقريبا، ومقابل ده على التوازي كان في تنامي كبير للعلاقة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين أفريقيا والصين. الصين دلوقتي تقريبا تتجاوز، خاصة ونحن شهدنا من أقل من أسبوع قمة صينية عربية في المملكة العربية السعودية. بالضبط، والقمة الصينية العربية كان جزء أو تقريبا نص أو عدد كبير من الدول المشاركة عربيا هي دول أفريقية زي مصر ومجموعة دول شمال أفريقيا. فالعلاقات التجارية الصينية والمبادلات بين الصين وأفريقيا تجاوز أمريكا في المجمل خلال العشر سنوات الأخيرة بما يزيد عن 20 مليار دولار. الفترة الأخيرة شاهدنا التواجد الروسي الاستراتيجي والأمني والاقتصادي أيضا، التواجد الصيني هو الحقيقة التواجد الصيني أو التسرب الصيني منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 سنة وبيركز على الجانب الاقتصادي سواء في الدعم وخصوصا الدعم في مشروعات البنية الأساسية، يعني مشروعات طرق، مشروعات إقامة مباني عملاقة، مشروعات سكك حديد. ده ان الصين بتسير في العلاقه مع افريقيا بخطى حثيثه وخطى ثابته ومؤثره عكس العلاقات الامريكيه الافريقيه. الامريكا كانت بتركز في معوناتها للدول الافريقيه على قطاعات ليست محسوسه بشكل كبير، يعني في مجالات الصحه، في مجالات التعليم، وغالبا كانت بتبقى المعونات مرتده أصحابها، يعني بتبعت موظفين فهم اللي بيقبضوا أكبر رواتب، بتبعت الأدوات بتشترط كدولة مانحة على الجهات أو الدول إن كل المعدات والأدوات المستخدمة تشترى من الولايات المتحدة الأمريكية. في المجمل في قفزات صينية في العلاقات مع أفريقيا، فضلا عن انه افريقيا تحتاج ايضا الى خطاب اخلاقي بدات تتبناه الصين وروسيا خلال الفتره الاخيره عكس الخطاب الامريكي الاوروبي. نعم، لكن استاذ ايمن لو عدنا مره اخرى لهذه القمه الامريكيه الافريقيه الثانيه والرئيس السيسي وطرحه لرؤيه مصر لتعزيز الامن الغذائي،
ما هي الآليات التي تحدث عنها أو الآليات المقترحة في الفترة الحالية لتخفيف عبء الديون على الدول الأفريقية؟ طبعا هو الرئيس الحقيقة من واقع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لمصر تجاه الدول الأفريقية، الرئيس الحقيقة منذ سنوات وأثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي في 2019 وما قبل منذ توليه الحكم في مصر، وهو بيولي العلاقات الأفريقية المصرية والعلاقات الأفريقية العامة مع الدول العالم أولوية خاصة وأهمية خاصة، وبينادي في المؤتمرات والمحافل الدولية بالدعم للقارة الأفريقية. وشاهدنا في مؤتمرات كثيرة وأخيرها مؤتمر شرم الشيخ في المناخ الدفع وحث الدول الأوروبية والدول الصناعية على تنفيذ تعهداتهم بتقديم $100 مليار الذي تعهدت به هذه الدول كمساعدة للدول المتضررة من المناخ وأهمها أفريقيا. ده مهم جدا. الحاجة الثانية أنه بيركز على دعم أفريقيا في الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، ودولت أهم حاجتين بتحتاج لهم أفريقيا الحقيقة، وهم يعني ما تفتقدهم أفريقيا بالفعل، الأمن والطعام، خصوصا أنه التصحر والجفاف الذي أصاب أفريقيا نتيجة العوامل التغيرات المناخية أدى إلى اللجوء كثير من الشباب إلى العمل في أو الهجرة، أو الهجرة من القارة إلى القارة الأوروبية. أدت إلى ثلاث أشياء يا أستاذ محمد. أولا الهجرة إلى أوروبا، وده في إطار الهجرة غير الشرعية، أدت إلى الالتجاء بعضهم، وأنا شفت ده في خط جنوب الصحراء وفي دول الساحل والصحراء، اللجوء بعض الشباب للعمل مع الجماعات الإرهابية ضمانا لراتب شهري، أو العمل في المجال تهريب المخدرات وتهريب السلع والنفط. وده الثلاث أشياء دي أثرت سلبا على القارة الأفريقية، وتأثيرها في امتداداتها الإقليمية سواء في أوروبا في البحر المتوسط أو على الدول العربية تأثير سيء جدا. الرئيس كان بيعمل على دائما كان بيدعو إلى التأمين في أفريقيا ومحاربة الإرهاب وتأمين المواطنين ودعم المناطق التي أصابها الجفاف والتصحر بالمشروعات التنموية، لأن أفريقيا باحتياج إلى بنية أساسية كبيرة وقارية، ومحتاجين مشروع ضخم يعني ينقذ القارة الأفريقية ويستفيد من المواد وينتشلها، ينتشل هذه القارة الغنية بمواردها الطبيعية من الجوع والفقر. ولكن نقطة أخرى أستاذ أيمن، كيف ومتى ستفي الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الالتزامات تجاه القارة السمراء؟ أنا في تقديري الشخصي وحسب ظني المتواضع أن الولايات المتحدة لن تفي في الفترات القادمة، لأن أمريكا عندها مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، عندها مشكلاتها ومشكلة تراجعها المحدود اقتصاديا وسياسيا في العالم، فضلا عن أن ما تعهدت بال 55 مليار لا تكفي يا سيدي، يعني 55. هل هو اختبار صعب في هذا التوقيت في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي تحيط بالعالم؟ طبعا هو اختبار واختبار صعب وقاسي جدا، لأنه أمريكا تحاول الإمساك بخيوط العلاقات بشكل جيد بما يضمن لها استمرار هذه العلاقات واستمرار قوتها. أمريكا بدأت يعني تبدو كدولة هشة في العالم، وأن سيادتها في العالم نتيجة سيادة الدولار هي سيادة وهمية، وأن العالم سيبدأ يتحول، احنا دلوقتي في مرحلة مخاضة للتحول، والتحول سيكون مزلزل ومربك لجميع الدول الكبرى، وهناك نشوء لقوى أخرى زي ما الكثير بيتحدث، لكن
المحاولة الأمريكية الأخيرة في عقد هذا المؤتمر، خصوصا أنه جاء بعد المؤتمر الصيني العربي، ده يعني فهم من أمريكا أو وعي من أمريكا بما سيحدث في العالم. أفريقيا بدأت الحقيقة، وده اللي أنا شفته في الدول الأفريقية، أفريقيا بدأت تلفظ العلاقات الأمريكية الأوروبية أو علاقاتك مع أمريكا وأوروبا، نتيجة أنها بدأت تفهم حجم الوهم اللي عيشته أوروبا وأمريكا، عيشت الدول الأفريقية فيه بالمساعدات التي لم تتحقق بشكل حقيقي. يعني فضلا عن أنه الصين دخلت على العكس بقى، أو بالمقابل أن الصين دخلت بمساعدات حقيقية، طبعا لها مصالح استعمارية أيضا ولها مآرب. روسيا دخلت بشكل بإعادة الصورة الذهنية عند المجتمع الأفريقي أنها الدولة التي ساعدت في جلاء الاستعمار في مرحلة الخمسينات والستينات في القرن العشرين. الصورة بشكل عام ضمن التحولات اللي بتحدث في العالم، أعتقد أن الصورة ليست أو النتيجة ليست لصالح أمريكا حتى وإن عقدت مثل هذا المؤتمر. نعم، هناك نجاحات على الأرض حققتها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، ومنها مؤتمر شرم الشيخ، هذا المؤتمر العالمي COP27. لكن أرجع بحضرتك لنقطة أثرتها في حديثك الآن على الهواء في هذه التغطية الحية والمباشرة للقمة الأمريكية الأفريقية الثانية في واشنطن. أين يكمن الارتباط ما بين تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا والتكيف المناخي؟ يعني الارتباط بين تحقيق الأمن الغذائي والتكيف المناخي ده يعني واضح وجلي، لكن على أن يكون هناك وعي من الدول الأفريقية ومساعدة حقيقية إن حدثت، وأظنها لا تحدث من الدول الصناعية والدول الكبرى، لكن على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي والقومي. أعتقد أن الدول الأفريقية نفسها لابد أن تعي أن العالم لن يساعدها طالما هي لم تساعد نفسها. حل المشكلات المهمة في مسألة الأمن المائي وخصوصا أزمة سد النهضة لضمان التعايش السلمي وضمان استمرار العلاقات الجيدة، لأنه مصر في خطابها السياسي والإعلامي في أزمة سد النهضة لا يعني لا ترفض التنمية في إثيوبيا بقدر، أو لا ترفض التنمية في إثيوبيا بشكل كامل، ولكن تحافظ على أمنها المائي. لأن مصر النهاردة احنا بنتكلم في 104 مليون، وعندنا احنا وصلنا تحت حد خط الفقر المائي. نصيب الفرد للمواطن المصري من المياه حاليا، سواء من إيراد النهر 55.5 مليار، أو من إعادة الاستخدام، أو من المياه الجوفية، لا يتعدى 400 متر في السنة، وده أقل كثيرا. نعرف حد الفقر المائي هو 1000 متر، فبالتالي نقص كثيرا نصيب المواطن المصري. 2050 حسب الدراسات الإحصائية سيكون تعداد المصريين 167 مليون بني آدم. ده هيتطلب زيادة استخدام في الصناعة، زيادة احتياج لمياه الشرب، زيادة احتياج للمياه للزراعة. فبالتالي أزمة المية أو المية بالنسبة للمصريين هي أزمة أو هي حياة ووجود. فبالتالي ما يدعو إليه السيد الرئيس المحافل الدولية وفي علاقات الثنائية في العالم بحل ضرورة حل أزمة سد النهضة في إطار، وفي هذا الأمر نوع من صون الأمن المائي باتفاق ملزم لسد النهضة، وهو ده ما يجب أن يكون. وأعتقد أن ده يعني أنا تحديدا أو أنا شخصيا أثق في الرئيس المصري وأثق في الإدارة المصرية أنها لن تهمل هذا الملف، ولكن وهتحله في الإطار السهل الذي يضمن مصالح الشعب المصري ولا يجور على مصالح الإبقاء في أسيوبيا.
كل شكر وتقدير للكاتب الصحفي أيمن السيسي، كنت معنا على الهواء.